كما ينضم إلينا عبر الهاتف أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. بعد التحية، زيارة للرئيس السيسي في المجر ومباحثات مثمرة، كيف تابعت هذه الزيارة وأهم ما استوقفك خلالها؟ كل تأكيد ضد رفع فتح السيسي وهي زيارة ثانية للمجر، أعتقد بتصب في خانة تعزيز العلاقات المصرية الرومانية المجرية، ولعبت دورا كثيرا في فتح افق التعاون في المجالات التجاريه والاستثماريه والسياحيه، وايضا في مجال التكنولوجيا وتوطين التكنولوجيات في مصر في هذه المرحله، نظرا للتقدم الذي شهدته الفترات الاخيره باعتبارها عضو في الاتحاد الاوروبي، ولعبت دورا كبيرا في اثراء كثير من معدلات الاستثمارات في مصر، بالاضافه الى التشاور حول قضايا سياسيه بالغه الاهميه، الهجره غير الشرعيه والعلاقات الثنائيه ومكافحه الارهاب وشرح التجربه المصريه للجانب المجري. في نفس الوقت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركة أوسع برؤية أكبر في ما يعرف بتجمع تشبيرات، أعتقد أن هذا في حد ذاته يمثل انتصار للدبلوماسية الرئاسية المصرية، باعتبار أن مصر الدولة الوحيدة العربية والشرق أوسطية التي تشارك في هذا التجمع للمرة الثانية بجانب كل من ألمانيا واليابان التي شاركت مرة واحدة من قبل، وبالتالي هذه المشاركة ومطرحه الرئيس مجموعة من الحقائق بالأمس خلال اجتماع القمة وحتى في المؤتمر الصحفي بينم عن جهد مصري يبذل في الاطر والمؤسسات الدوليه وايضا المؤسسات التي من خلالها تستطيع مصر ان تكون اكثر اطلاله بعرض التجربه المصريه في النجاح البازغ الذي حققته في السبع سنوات الماضيه من خلال تجربه ثريه وفريده في مجال التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، باعتبار ان ما تحقق بالفعل يمثل معجزه مصريه، وكان ضروريا ان يطلع العالم والمجتمع الدولي بما فيها مؤسساته وقممه كتجمعات في شيكاغو وغيرها قبل في القمه ال20 وغيرها للاطلاع على مضمون وحقائق هذه التجربه وما حققته من نجاح بالغ الاهميه لعب دورا كبيرا في تغيير المعادله الاقتصاديه والسياسيه في مصر. وبالتالي هذه الزياره في حد ذاتها كان هناك درجه كبيره من الترتيب والتحضير، والمشاركه المصريه مشاركة استثنائية وفريدة لها ما بعدها من نتائج إيجابية سواء في التجمع في شيكاغو من ناحية أو حتى على مستوى العلاقات المصرية المجرية وما سيتبعها من مجموعة من النجاحات في مسار التنمية والاقتصاد والتعاون السياسي صحيح. بين المجر ثم أيضا مع دول التجمع في شيكاغو من ناحية أخرى. برأيك كيف يمكن استثمار التعاون بين مصر والمجر من أجل مصلحة شعبي البلدين؟ دعينا نتفق على أن ما حدث في السنوات السبع الماضية هو بكل الأحوال تغير كامل وكلي في مسارات العلاقات السياسيه الخارجيه المصريه، حدث انطلاقه بعد سنوات من الانكفاء والتراجع والخلل في المشهد السياسي الخارجيه المصريه في السبع سنوات الماضيه، تغيرت المعادله بشكل كلي كامل نحو الاستداره لدول المجتمع الدولي بشكل كبير، ومن هنا كان هذا الحضور في قلب المشهد الاقليمي والعربي من ناحيه ثم الانطلاقه الى المجتمع الدولي برؤى اوسع واكثر رحابه. بكل تاكيد العلاقات مع المجر كانت جزء من اهتمام الدبلوماسيه الرئاسيه المصريه بتوسيع قنوات واطر العلاقات مع كافه دول العالم، بدليل حاله الاستجابه السريعه من المجتمع الدولي ما حدث من نجاحات ثورة 30/6/2013 وما اتبعها من انفتاح مصر على المجتمع الدولي ليصبح باطلاله اكثر رحابه واكثر حضورا وتمركزا وموضوعا في المشهد الدولي والاقليمي. ثم تاتي العلاقات مع المجر باعتبارها انها احد روافد هذا النجاح للدبلوماسيه الرئاسيه في تصدير علاقات متينه قويه تكرس لانفتاح سياسي واقتصادي وتنموي واستثماري، لعبت دورا كبيرا في تسجيل معدلات المشروعات المشتركه بين البلدين وحضور مجري لكثير من مشاريع التنميه الاستثماريه في مصر، وايضا امكانيه ان يكون هناك اتفاقات تم توقيعها في السنوات الماضيه مجال الزراعه وتوطين التكنولوجيا والاتصالات، بالاضافه لامداد مصر بكثير من بعض المعدات الخاصه بالسيجارات وايضا السكك الحديديه والقطارات ونقل والتعاون مع مصر في مجال الزراعه. كل هذه المجالات فتحت افق الاستثمار والتلاقي السياسي الاقتصادي والتنموي بين البلدين التي ستكون لديه مردود وعوائد بالغه الاهميه في المستقبل القريب بفضل هذه الدبلوماسيه الرئاسيه الدؤوبه على فتح افق كامل وشامل لمسارات علاقات متعدده تعود بالنفع في المقام الاول على مصر وتعطي للدور المصري السياسي كثير من الزخم في المشهد الدولي والمشهد كما طبعا قام او دعا الرئيس السيسي تقديم الدعوه لرئيس وزراء المجر لحضور افتتاح العاصمه الاداريه الجديده، وده طبعا شيء جيد جدا وبيثمن دور مصر في ان هي توطد العلاقات بشكل كبير مع المجر.
بكل تأكيد هذه الدعوة ستكون دعوة حضورية فيها كثير من انتعاش المستقبل العلاقات المصرية المجرية، خاصة أنها ليست الدعوة الأولى، أعتقد كل زعماء العالم وأيضا الأقطاب السياسية في المجتمع الدولي والأجسام السياسية في الشرق الأوسط ستشارك في هذه الحفلة الانطلاق أو هذا العرس الانطلاق الجمهورية الجديدة في مصر. لازم خلالها مصر تتسوق كثير من النجاحات في المستقبل القريب. الزيارة حققت نتائج كثيرة، حتى مجموعة الرسائل التي أرسلها الرئيس الألف في قمة الاشتراب رسائل بالغة الأهمية للمجتمع الدولي لهذا التجمع الذي يمثل فيه كثير من دول شرق وغرب أوروبا، والاتحاد الأوروبي يمثل بقوة في هذا التجمع خلال مجموعة الرسائل، وأيضا توجيهات كثير من نجاحات المصرية لإطلاع المجتمع في اشتراك وغيره من دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على ما حققه النت رغم التحديات وقلة الموارد. هذا في حد ذاته يمثل معجزة غير مسبوقة في مسار التنمية في مصر، وينقل مصر لآفاق أرحب باعتبارها دولة معتدلة متوازنة تتمتع بكثير من مقومات ومؤلف القوة الاقتصادية والتربوية، بجانب تفوقها السياسي والعسكري الذي من خلالها أعيد بناء الدولة المصرية في 7 سنوات الماضية. بالتالي هذا الحضور وهذه المشاركة لها نتائج وثمار عديدة على الدولة من ناحية في العلاقات المصرية المجرية، واعتقد اللقاءات مع رئيس الدولة المجري ورئيس الوزراء اليوم والأمس تبث كثير من الروح الجديدة في أفق وسريان دماء لمسار العلاقات المصرية المجرية من ناحية، بالإضافة لأن مصر في الحضور الثاني باعتبارها الاستثناء والدولة الوحيدة في العالم العربي والشرق الأوسط والقارة الإفريقية التي تشارك فيها في هذا التجمع في شجرات، أعتقد أنه له رمزية سياسية بالغة الجلالة على أن هناك إيمان كامل من دول هذا التجمع بأهمية ومحورية الدور المصري، وأيضا استثمار نجاح المعجزة المصرية في مسارات التنمية لما لها من عوائد كثيرة على استقرار المنطقة، وأيضا لها عوائد في توطيد أو وصل العلاقات مع دول هذا التجمع لفتح أفق الاستثمارات ومجالات تجارة ومجالات تعاملات اقتصادية سيكون لديها تأثيرات إيجابية في المستقبل القريب. صحيح. طيب كيف يمكن أن تسهم العلاقات المصرية المجرية في حل القضايا ذات الاهتمام المشترك؟ طبعا على رأسها القضية الفلسطينية، وأيضا تم مناقشة أزمة سد النهضة وحق أثيوبيا، يعني مصر لا ترفض حق أثيوبيا في البناء والتنمية ولكن مع عدم المساس بحقوقها. أعتقد كان من المهم والضروري والحتمي أن يبلغ الرئيس للجانب الروماني المجري بالأمس وأيضا لدول تجمع الاشتراك أن هناك قضايا ملحة وحيوية تقوم فيها مصر بدور حيوي ومركزي، القضية الفلسطينية ومع ما فعلته مصر في عمليات إسرائيل في شهر مايو المارس تجاه فلسطين وقطاع غزة وما أسفر عن مبادرة مصرية لإعمار غزة ب 500 مليون جنيه، ثم أيضا الحضور والحضور المصري فض اشتباكات كثيرة في ليبيا وفي المنطقة، وهذا الحضور الطاغي أنه يبعث كثير من إمارات التفاؤل لدى هذه الدول ويؤصل الثقة المتبادلة من قبل هذا التجمع ومن قبل المجر في الدور الحيوية والديناميكية في الدور المصري. ثم يأتي أيضا قضية سد النهضة باعتبارها قضية محورية وجوهرية تقوم فيها مصر في محاولات مستميتة لتوفير حلول سلمية كما قال الرئيس بالأمس، ولأنها لا تسعى لحروب ولا نزاعات لكنها تسعى لتوفير استحقاقات سلام وتنمية للدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا. وبالتالي هذا الطرح أمام تجمع في اشتراك ولدولة المجر هذا يمثل في حد ذاته أهمية قصوى لنقل وجهة النظر والرؤية المصرية للمجتمع الدولي، رغبة مصر في توفير استحقاقات الحل السلمي الذي يقوم على مرتكزات أساسية تضمن الحقوق المتأصلة في الاتفاق الدولي لدى مصر، وأيضا توفر استحقاقات الدعم للنهج والمسلك المصري في التعاطي مع أزمة سد النهضة حتى توفر مصر غطاء دوليا داعما لها في مجالات وسجالات المواجهة مع الجانب الأثيوبي عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والأممية التي سلكتها مصر طيلة الأعوام الماضية وبلغت ذروتها في عام 2021. شكرا جزيلا لك الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام.